انت متأكدة يا ليلى؟ ايوه يا سيدي، نيفين معجبة بصاحبك التحفة ده. معقول؟ ايه مش معقول. اصل يعني نيفين فين وشوقي فين؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني ان نيفين دي ابوها مليونير، يعني غنية، يعني يوم ما ترتبط لازم ترتبط بانسان من نفس المستوى الاجتماعي بتاعها. مش شرط، الحب ملوش دعوة بالاعتبارات السخيفة دي. سخيفة؟ ايوه. آه ده ليه اعتبارات مهمة قوي. يعني مثلا لو انا كنت مثلا فقير وجيت اتقدمت لك، ايوه ايوه، كنت ممكن توافقي وانت بنت مقاول كبير؟ لو بحبك حب حقيقي هوافق طبعا. بجد يا ليلى؟ بجد يا مدحت. ممكن اسالك نفس السؤال ده برضو؟ ازاي يعني ممكن توافق ترتبط بيا لو عرفت ان انا انسانه فقيره ومن اسره بسيطه رغم ان والدك مليونير؟ طبعا يا حياتي. هو انا يعني هتجوزك عشان خاطر فلوس ابوكي ولا عيلتك؟ لا 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 لا. يا سلام يا مدحت، انا كده استريحت خالص. يعني ايه؟ حسيت بحبك ليا. الله، وانتي كان عندك شك ولا ايه؟ شويه. بقول لك ايه؟ نعم. يلا اطلبي اي طلب كده. اطلب لك اي طلب بقى. تحبي تشرب عصير ايه؟ ليمون، مانجا، اي حاجه يعني. عصير ايه يا بني ادم؟ انا جعانه مع واقعه. ايوه. هو انا اعمل لك ايه يعني؟ انت عاوزه تاكلي ولا ايه؟ ايوه. طب ما تستني احسن لما تروح البيت وبعدين بكملي ضرب هناك. بتقول ايه؟ لا ابدا، بكلم نفسي. بقول لك ايه؟ نعم. اوعى تكون ناسي المحفظه زي المره اللي فاتت برضك كده. لا ربنا يستر. هشوف المحفظه. ايوه. شفتي؟ ايه؟ نسيتها برضو. سبحان الله، عيبي ان انا نساي، ده طبع فيا نساي. اعمل ايه؟ مش قادر اتخلص من العيب ده. يلا بقى اطلب لي عصير وامر لله. دمها عليا يا رب نعمه النسيان. معقول يا ناس اللي بيحصل ده؟ قال الموظف المحترم اترمي في الحجز مع العصبجيه والمجرمين والمشبوهين. انت بتقول يا جدع؟ انت تقصد مين بالمشبوهين ومسجونين وعصبجيه؟ انت حد نسلك على طرف يا اخ. هو شكل حضرتك لا سمح الله مجرم ولا مشبوه؟ حضرتك شكلك ارهابي، يبقى انا ما جبتش سيرتك. وانت تقدر تجيب سيرتي؟ انا اكون اخر يوم من عمرك يا حظ. لا 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 بالمعروف. معلش يا اخ سيبه، هو ما يقصدكش بالعيني. والله ده قصدي، ده هتموت ولا يسوى. لا ارجوك، انا لا اسمح بطولة اللسان، انا موظف محترم. حصل لنا شرف يا موظف محترم. في ايه؟ طب بس سيبه بس يا اخي وانا افهمك. روح سيبه. روح سيبه بس يا اخي، حقك عليه. انا حقك. هو اسم الكريم ايه؟ محسوبك وزه. وزه؟ ايه عندك مانع؟ لا يا فندم ما عنديش مانع يا فندم، ان شاء الله يكون حتى اسمك فسيخه. ده انا بحب الوز، امي السنه اللي فاتت دبحت دقارين وز كلتهم في 3 دقايق. هو ده استاذ وز. استريح استريح. ناس ما تجيش الا بالعين الحمراء. هيبقى شكلي ايه قدام الناس؟ شكلي ايه قدام موظفين الشركه؟ شكلي ايه قدام السيد رئيس مجلس الاداره؟ انا هقابلهم بقالي وش؟ ما خلاص بقى يا عبد العال بقى، انت تقعد تعدد ولا تكونش هتلر وخسرت الحرب مع بريطانيا العظمى؟ انت مالكش دعوه بيا يا جدع، انت لسانك ما يخاطبش لساني. انت اتجننت يا عبد العال؟ هيستقبل فيا ايه تاني اكتر من كده يا عليوه؟ قالي على اخر الزمن اترمي في الحجز مع دول. مالهم دول؟ يا استاذ والزبيه ما تكاكيش معايا، انا دوست لك على طرف. حد جاب سيره حضرتك انت؟ وانت تقدر تدوس على طرف؟ ما تجيبش سيرتنا على لسانك. لا هم. لا ما تزعليش، داني انت فريش اهلك. انا مش سهل. أنا سهل. انا بقول لحضرتك اتفضل، واحنا لو عوزناك هنجيلك، لو عوزت اي ملحوظه اقولها من هناك اتفضل. لازم تجيب لنفسك الكلام. ما هو كله منك يا عليوه، ما هو كله منك انت. لا مني ايه؟ لا 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 اكيد هم غلطانين. لا احنا ما عملناش حاجه. يا سلام يا اخوي، وافرض انهم مش غلطانين؟ افرض انهم بيدوروا على حرامي ولا قتال قتله واشتبعوا فينا؟ لا احنا قتالين قتله ولا حراميه يا اخويا. يا فيتك حليلي بقى على ما نسبه العكس. تضحك عليا عليو؟ اصل انا افتكرت نكته الحمار. حمار ايه عليو؟ يعني كان حمار عمال يجري في الشارع، وبعدين قالوا له يا حمار انت عمال بتجري ليه كده؟ قال لهم اصل انا سمعت بيقفشوا في الجمال. قالوا له طب انت حمار وانت جمل؟ قال لهم حلوني بقى على ما اثبت لكم ان انا حمار. ده وقته، ده وقته عليوه. بتنكت يا اخويا. ايوه طبعا. وانت همك ايه؟ انت مش همك حاجه خالص. لا مش هممني. ازاي؟ ده انا ورايا مشاكل متلتله، ورايا ناديه. ناديه؟ لا
ناديه كمان بتفكر في ناديه واحنا مرمين هنا في التكشيبه. افكر فيها وانا على حبل المشنقه. ده ناديه بحبها يا عبد العال، بحبها يا وزه. مين؟ لا يا ست بوليس. يا ندمتي بوليس؟ خير يا اخويا في ايه؟ مؤاخذه ست جالي في وقت متاخر زي ده بس الضروره احكام. خير؟ ايه اللي حصل؟ حضرتك مدام عبد العال فرغلي؟ ايوه يا اخويا. هو فين؟ جراله ايه؟ هيبات الليلة دي في اسم الزمالك. اسم الزمالك؟ ليه يا اخويا عمل ايه؟ مشكله كده بينه وبين قرايبه، ويا ريت تبعت له محامي. مشكله ايه؟ ايه اللي حصل؟ يبقى عدى الصبحيه في الاسم وانت عارفه كل حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. اهو ده اللي انا كنت خايفه لا يحصل. اكيد المخفى ليوه عمل مصيبه من مصايبه وجر عبد العال معاه. مدرسه كفر الدبايبه مدرستنا كلنا، لازم نحبها ونحافظ عليها. وانا جمعتكم انتم بالذات عشان انتم فصل المتفوقين اللي هيرفعوا راس الفوق وراس المدرسه اللي فوق في امتحان الابتدائيه هذا العام ان شاء الله. وبناء عليه قررنا جمع بعض التبرعات لزوم التجديدات والتجهيزات والانشاءات، يعني كل واحد يتبرع بما فيه الاسم ان شاء الله حتى 2 جنيه. انصراف يلا بهدوء. والله على فصله اتفضلوا. يلا يا ابني يلا يا ابني. الو ايه يا بديع مالك بتعيطي ليه؟ علي صوتك مش سامع. ايه عبد العال مالك انت فين؟ حلوة؟ طب ما تعيطيش ما تعيطيش، انا جاي لك حالا. الله يخرب بيتك يا عليوة. ايه عليوة؟ ماله عليوة حضرة النصر؟ ما بقالوش يوم في مصر وودى ابني في داهية. ها؟ ازاي؟ ايه اللي حصل؟ فهمني بالظبط ارجوك. مش وقت احكي لك يا سنوسي. بس بقول لك ايه؟ نعم. انا لازم انزل مصر فورا. ها. عشان اشوف محامي يطلع ابني من المصيبة اللي حطه فيها عليوة. مصيبة؟ ايوه. بقول لك ايه؟ مش عايزك تجيب سيرة لأي مخلوق ان انا نزلت مصر حتى ولو لبتعة. فهمني؟ حاضر ناصر. وإذا اتأخرت بكرة إن شاء الله عايزك تدير المدرسة كأني موجود بالظبط. أكنك موجود يا فندم. أوكي. أوكي يا فندم. مع ألف سلامة، مع ألف سلامة يا سعادة البيه، ما تحملش هم خالص، أكنك موجود والله. أيوه. ألو. أيوه أنا نادية. مين يا فندم؟ ايوه نعم. قبضتوا عليه ومعاه واحد اسمه ايه؟ عليوه علي عليوه مش عارفه، جايز ناسياه. طب خلاص اديني فرصه افكر وهتصل بحضرتك تاني. شكرا. عليوه علي عليوه، انا عارفه الاسم ده. حنفي خير؟ حنفي شفت المصيبه اللي حصلت؟ انهي مصيبه؟ انا لسه ما خلصتش من مصيبتين اللي فاتوا. الواد بتاع كفر الدبيبه ده. قصدك كفر الدبيبه؟ ايوه هو الدبيله ده. الدبيبه يا مدام؟ ايوه اللي كان بيبعت لي الجواب كل يوم. ايوه هو. ماله؟ البوليس قبض عليه. واحنا مالنا؟ ازاي؟ ما هو اتقبض عليه بسببي. وانت مالك؟ هو اللي كان بيبعت لي جواب التهديد. انهي جواب؟ الجواب اللي بيهددني فيه بالقتل. انت عايزه تجننيني يا مدام؟ ليه يا حنفي؟ بقى عايزه تفهميني ان الواد بتاع كفر الدبايبه هو اللي بعت جواب التهديد بالقتل. ما هو البوليس بيقول كده. البوليس مين قال البوليس كده؟ معرفش. يبقى مش صح. ما هو لازم احنا نفهمهم الصح. ما هو احنا لو فهمناهم الصح هنقع احنا فيها،
مش معقول هنقول لهم ان احنا فبركنا الحكايه عشان سي عمر بتاعك ده يخاف عليكي ويلغي السفر ويقعد جنبك. لا هو معقول احنا نقول كده؟ يبقى ما فيش قدامنا غير اننا نسكت خالص. والراجل اللي غلبان ده يروح في داهيه؟ يا ست لا هيروح ولا هيجي، البوليس هيحقق ويعرف انه مالوش يد في الموضوع، هيفرجوا عنه. امتى؟ انا صرفني اهو، هياخد له يومين ثلاثه، اسبوع بالكتير. لا حرام، هيفضل محبوس اسبوع بسببي، ضميري هيأنبني يا حنفي. انا اتحبس بداله ولا ايه اللي في ايدي اعمله يا مدام؟ لا احنا نتصرف بسرعه عشان نخرجه من المصيبه دي يا حنفي. كده هنكسف نفسنا يا مدام. لا يا حنفي لا، احنا نتصرف بسرعه عشان نخرجه من المصيبه دي من غير ما نكشف نفسنا يا حنفي. كان مستخبي لنا فين ده كله؟ يا فضحتك بين الارشيف والاداره يا عبد العال. ارشيف ايه؟ اذا كانوا هم مفضوحين ليل علي اليوم اللي شفتك فيه. انا موافق جدا على الكلام اللي بتقوله ده يا عليوه. انت قد لسه عيل صغير. يا ريتني كنت عيل صغير. ما هو انا لو عيل صغير كان جه ولي امر ضمني وخرجني من هنا. ما هو جه ولي امرك من البلد ودي حايش معانا اهو. يبقى اخويا بس انا لسه محبوسين. هنخرج بعد ايه؟ بعد ما الفضيحه تكون وصلت للذروه. ياد يا ابو مخ زنخ، الله هيبلغوا الوزاره بايه ما دام احنا ما عملناش حاجه؟ يا اخويا ولما احنا ما عملناش حاجه حبستنا ليه؟ هي الاجراءات كلها كام ساعه ويقولوا لنا اتفضلوا مع السلامه. انت يا سنوسي وكلمني. اما والله العظيم حاجه غريبه قوي يا متعب. اكلمك اقول لك ايه؟ عايز انا اقول لك ايه بالظبط يعني؟ عايزك تقول لي بالظبط ابويا راح فين. يا سلام، وانا ايش عرفني؟ لا يا اخي انت عارف. وانت ايش عرفك انني عارف يا عارفه؟ بتتقمز لي؟ انا عارفه ومتاكده ان انت عارف، لان الساعي قال لي ان سنوسي شاف ابوكي قبل ما يسيب المدرسه ويمشي. طب ما انت كنت اخر واحده في البيت يا متعه، واخر واحده شفت ابوكي قبل ما ياخد القطر ويسافر، ما سالتهوش ليه يا فالحه؟ ما انا سالته بس هو ما رضيش يقول لي. انت بقى انت بقى اصلي دي مساله شخصيه. صفا صفا عليك عليك يعني هي اللي هي كده يعني. طيب صفا انت عايزه ايه يا متعه؟ عايزاهم يسمعوا كلامي. عايزاهم يسمعوا كلامك ولا عايز ابوكي؟ لا انا كبرت في دماغي، عايزاهم الاول يسمعوا كلامي. توكل على الله. يلا يعني توكل على الله، انا جاي اشحد منك. انا عايز اعرف ابويا راح فين، انا سالته ما رضيش يقول لي. طب اذا كان ابوك اللي اسمه ابوكي ما رضيش يقول لك يا بتع، انا بقى اللي هقول لك. سنوسي اعمل معروف يا خابوس ايدك، ما تحرقش قلبي واتكلم. اتكلم اقول لك ايه بس؟ يا سلام يا بتع. عارفك، عايزه تاخدي ديلك في اسنانك وتجري على مصر عشان حبيب القلب روميو عليوه. ابويا سافر لعليوي؟ لا ابويا سافر مصر لعليوي يا سنوسي. معرفش. ما تعرفش؟ طب اهي ابقى تف على وشي لو هوبت ناحيه دارنا، ولا كده عقلك خيلك ان انت تمشي في الحاره عندنا وراس ابويا وراس ابويا فرغالي كمان مره لكون كب على دماغك حل الطبيخ دايت وما فيش كب كتاب يوم الخميس واضرب دماغك في الحوض. انت بقى قدام العيال. انت بقول لك تعمل انتباه. سيب الواد يا بطه، رقبه الواد هتطلع فيني. ولا عايز سيب الواد، بقول لك هجوم هجوم يا عيال. انا باذن الله هنزل دلوقتي اقوم لهم محامي. اعمل ايه؟ مكتوب عليا الشقه، معاناه كبير العيله. خلاص اتصرف انت بقى يا حضره الناس. احصل انا والله العظيم روحي خلاص بقت في مناخير. في مناخيرك في قفاكي، مش ده المهم. امال ايه المهم يا ابو عبد العال؟ المهم ان احنا نخرجهم من الاسم. امال انا جاي ليه؟ ما هو كله من جرار ابن اختك. ذنبه ايه ابو عيالي يبات في التخشيب مع الحراميه والمجرمين ويتلطم في الاقسام؟ معلش انا ليا حساب تاني مع الولد عليه وده، انا هخليه ينزل معايا البلد عن اذنك. اتفضل. Thank you.
اهلا وحشتينا قوي يا جدو. ما جبتلناش حاجه معاك يا جدو؟ امال فين بابا يا جدو؟ جاي يا حبيبتي. معلش انا ما قدرتش اجيب لكم حاجه معايا لان جيت على ملا وشي، لكن وانا راجع باذن الله هجيب لكم معايا ارواح وملبس. يلا خش عند ماما. خلي بالك من العيال يا بديع. صدقني يا حضرة الضابط، مش ممكن يكون عليه وهو اللي بعت جواب التهديد. طب وايه اللي مخليكي متاكده قوي كده؟ مشاعري واحساسي. مع احترامي لمشاعرك واحساسك، احنا بنتعامل بالقرائن والادله. يا حضرة الضابط، مفيش اي دليل انه عليه وهو اللي بعت الجواب. طب واعترافه للمخبر؟ ايوه، وحضرتك قلت انه انكر بعد كده. شيء طبيعي، شيء طبيعي يا مدام ناديه انه ينكر لما يلاقي نفسه هينكشف. يا حضرة الضابط، لو عليه وهو اللي بعت الجواب، ايه اللي يخليه يعترف للمخبر؟ غلطه لسان. لا لا لا، عليه انسان كويس قوي، مش ممكن يغلط غلطه زي دي. شعورك واحساسك برضو هما اللي بيقولوا لك كده يا مدام ناديه؟ لا مش شعوري واحساسي، انا متاكده لاني عارفه عليه كويس. عارف عليه كويس جدا. ازاي يعني؟ امري لله. مادام حضرتك مصر تعرف الحقيقه، انا لازم اقول لك السر اللي ما كنتش احب اقوله الايام دي. ما تلاحظ غليل وشحلي نفسك شوي. ايوه يا بدعه، انا جايه اهو. مش كنت يا بنتي بحط حتتين فطير وشوية جبنة بمش؟ يا اخت عادل قضيني بروقانك، قال ده وقت الفطير والمش. يوه، مش جايز يعني عليوي؟ يا ده نمو يا حبيبي يكون جعان في مصر. يا ريتها يا اختي تيجي عالجوع وبس. يا مصيبتي، يا ترى حصل لك ايه يا دنايا يا ابني؟ جرالك ايه؟ اخص عليك يا حضرة الناصر، قست فخص كده كده تسافر مصر من غير ما تبرد نار قلبي على ابني؟ ما هي اختي تلاقي المصيبه تقيله تقوله قد كده، عشان كده سافر على مصر على طول. انا عارفه وقلت له ماشيك ورا المسخوفه اللي اسمها ناديه دي، مش هيجيبها لبر ابدا. بنت يا اختي اللي سايبه له السايب في السايب. لا يا بنتي، سايب في سايب ايه؟ ما نصحته. لا ده ما يتنصحش، ده يتهد ويتهمد ويقعد ويتجوز، يعني يقعد في البيت ويتجوز. وحيات غلاوتك يا بنت يا بتعه، اول ما ينزل البلد لكم مكتفاه ايدين ورجلين زي المعيز، وبعت جايبه المأذون ومجوزهولك. معيز خرفان بس يتجوزني يا زغليلو. يا اختي يلا شهري نفسك شوي، احسن الثانيه تلف عليه وتتجوزه. عليوه علي عليوه. افندم تعال، بيه الظابط عايزك. شفت هيخرجونا يا عبد العال. والبيه الظابط ما قالكش على اسمي؟ لا، قال عليوه وبس. يا نهار ابيض، يعني انا اللي شربتها لوحدي يا عليوه؟ ما تخافش ولا، وانا معقول هسيبك وامشي؟ هذا ما دخلنا سوا هنخرج سوا، بس خلي بالك من وز، اوعى تزعله. يلا يا شويش. منك لله يا عليوه، ربنا يلتهم منك. عليوه يا فندم. اهلا اهلا يا استاذ عليوه، اهلا، اتفضل. اهلا وسهلا. ايه يا عليوه، في ايه؟ مكسوف عشان شفتني؟ هي ايه العباره؟ في ايه يا عليوه؟ انت ناديه؟ ناديه وجدي شخصيا؟ انا في حلم ولا في علم؟ بقى كده بقى كده يا استاذ عليوه، تخبي عننا الخبر المفرح ده. انا نفسي ما كنتش اعرف ان هي في الكراكون غير دلوقتي. انا مش قصدي خبر وجودها في الاسم، انا قصدي الخبر التاني. خبر ايه؟ انك خطبت مدام ناديه. ايه؟ خطبتها؟ نوها على عيالك ليه يا بديع؟ ما هم متلقحين قدامك اهم. ما هم اتيتموا وابوهم على وش الدنيا. بتفولي على الولد ليه؟
ما هو زيه زي اللي مات. هو مش اتحبس؟ مش خدوه في حديد؟ يا أنا. مين اللي هيجري على أولادي؟ مين اللي هيشوف طلباتهم؟ أنا سداد يا بديع، دول مهما كان ولاد ابني أحفادي، ومع كل عبد العال راجع راجع. أنا المحامي أكد لي إن أحط في بطني بطيخة صيفي. إمتى راجع؟ هيسيبوه إمتى؟ وليه مسكوه أساسا؟ ليه ينتقم منك اللي كنت السبب؟ مين اللي وزك علينا؟ إيه اللي بعتك لينا وإحنا كنا ناقصينك؟ جرى إيه يا بديع؟ كنت عايز ابن أختي ينزل في لوكاندا، وميد ابن خاله مفتوح. أهو اتقفل يا أبو عبد العال، اتقفل يا حماية، ارتاح بلا كريدي. جرى إيه يا بديع؟ أنت هترتاحيلي ولا إيه؟ الله، اللي حصل حصل. ومع كل عبد العال هيرجع بالسلامة إن شاء الله، وبإذن الله هيطلع من المصيبة دي زي الشعرة من العجين. يا عمتي ده غليله، كنا ركبنا تاكس. انت اتحشرت في ايه؟ بتاع مسكدالي. كنا يا عمتي ركبنا تاكس ولا بجوك؟ لا يا بنتي، أنا ما ركبش العربيات دي خالص. الله يرحمه أبو علاوي كان دايما يقول لي مفيش أضمن من الوابور، وما دام الوابور فاتنا النهارده نستنى لبكرة إن شاء الله. قولك يا عمتي. طبعا قولي. أمال إيه؟ يلا افتحي لنا يا عمتي، أنا تعبانة. أنت متفسة إيه في الشيل دي؟ يا بنتي استني عليا. متفسة كده غوية تتفس أنت. إيه؟ ادخلي ادخلي يا بنتي ادخلي. إيه؟ اعملي لي بقى حاجة كلها يا عمتي، أنا هفتنى وأوقع من جوع. أيوه عندك حق والله يا بنتي، أنا هعمل لك بطتين عشان تقدري تاكلي وتنامي. أنا عايزة ست بطات. إهدي. ده مين الرزل الغتت اللي جاي يغتت علينا دي؟ استنى اما نشوف الغتت ابن الغتت ده. روح شوف. نعم. الحاج يا ست باتعي، خطيبك انضرب. يا لهوي علاوي. علاوي مين يا ست باتعي؟ انا بقول خطيبك. يا باي. خطيبي مين يا واد؟ الاستاذ سنوسي. ماشي يا ولدها على الزراعيه، عربيه خبطته وفرت وجريت. يا سلام، وجاي متشملل او عامل له زي شجاع الصايمه. خطابك سنوسي ما يندعي ولا يروح في 60 داهية، ما تبلغوا كراكون ولا تشحنوه على أي سبيتالسي. إيه ما احنا وديناه لاستبالي، بس قلت برضو واجبي أجي أقول لكم، مش برضو خطيبك؟ مين يا واد اللي قالك الكلام الفارغ دي؟ أنا يا خالي، شفت بعينيا البيه الناظر بيقرا فتحة الست بتعي على الأستاذ سنوسي. شفت يا عمتي؟ صدقتيني أبويا المرة دي ناويه. اسمع ما أقول لك يا جلاب المصايب أنت. سنوس الكلب ده ينبطح يترزع يتقلع يتحط يتقام يتقعد، ما الناس صالح بيه. ايوه يا بنتي، بس لازم نروح نزوره، ده مهما كان برضه درع ابوك اليمين ولازم نجامله. يعني هو صحيح غتت ورزل ومعفن، لكن زي بعضه احنا نعمل باصلنا. يلا يا اختي قدامي قدامي. يلا ورايا. يلا، يلا قدامي يا جلاب المصايب. يلا يا اختي على ما سنوسي خطيبي. يلا يا اختي يلا. يا دهوتي يا نصيبتي يا لهوي يا لهوي. يا بديع على بشتيني. مش سامع جرس الباب يا حمايه؟ اكيد في مصيبه تانية هتطبل فوق دماغي، وانا من ساعه ما شفت المحروس ابن اختك وانا قلبي مش مطمن ابدا. سبحان الله في طبعك، انا عمري ما شفت واحده ست بتعز انك تقدك. اهمالي شويه ما اشوف مين. ابويا ابويا انا اتهزقت يا عم. عبد العال انا اتبهدلت يا بديع. سلامتك يا اخويا. انت ايه؟ ما انت شخص سليم اهو اهو، مش ناقصك حته فيها اهو، كلك سليم. الحمد لله على سلامتك يا اخويا، نورت بيتك ومطرحك. ما ترقعي زغروطه ولا اتنين ولا فلحه بس في الصويت والنواح. ايوه زغرات يا مرات ابن خالي حاتم، انت ما تعرفيش الهنا اللي انا بقيت فيه. اسمع يا علوة يا ابن عمتي، انا عايز اقول لك. انا عارف انت عايز تقول ايه، عايز تشكرنا عشان خرجتك من التخشيب. لا شكر على وابي، وبعدين مش انا اللي استاهل الشكر، دي نادي. انت عارف نادي خرجتنا ليه يا سيدي؟ انا اللي عايز اعرف ولا اشكر، انا عايز. تبوس ايدي؟ اوعى تبوس ايدي، ده احنا ايه؟ تبوس ايدي عشان خرجتك من التخشيب؟ امال كنت عايزني اسيبك فيها واجري ورا ناديه؟ اسمع انت يابا، انا لا فيش حي لا اسمع ولا اتكلم. انا من ساعه ما طبيت مصر وانا ما ريحتش جتتي على كوب رجليا من المحامي للاسم. انا هرتاح شويه وبعد باذن الله ما ارتاح هقوم اشوف اخوك شوقي.
هي انت خش نام انت. انت خش نام وبعد ما تقوم من النوم انا عايزك عشان هتكلم معاك كلام كبير قوي. ها؟ هنام فين؟ ايوه طبعا يابا. ابويا هينام فين يا بديع؟ انا عارفه، ما الشقه كلها قدامكم اهي، اتصرفوا وقسموها زي ما انتوا عايزين. اني احلها؟ الله اكبر الله اكبر. علوه ابن عمتي هيحلها. هتحلها ازاي يا فتي؟ خلي ينام في اوضه. حلو قوي. وانا وانت في الاوضه الثانيه. طب وانا والعيال؟ هنحجز لكم في لوكاندا. اللوكاندا تهب على انتهى، هتمهزل الحكايه. ما هي الشقه برحة وسعه، الله ما الايه، والمطبخ يسع قرطه. يا سلام، بقى انت عايزني انا يا سعليه وانا والعيال ننام في المطبخ مؤقتا؟ بس يا بديع مؤقتا حاكم، يعني الساعه ده هيهبط فوق دماغكم. استنوا بس، في موضوع كبير انا هكلمكم فيه. بس انا مش عايز اتكلم. ليه؟ لان انتوا عالم قراره وعينكم دواره وتوقفوا المراكب السايره. بعد ما اتكلم ان شاء الله مع نادي واتفق معاها ايه، واحط غطيان الاتفاق على حلل الكلام. ممكن اعرف ايه اللي بيحصل بالضبط يا استاذه؟ عليه وده لقطه يا حنفي. لقطه ازاي بقى؟ هو ده اللي هغيظ بيه عمر الجنايني. بس ده مش منظر يعني. انا معاك، هو مش منظر، انما يعني. انما يعني ايه يا استاذه؟ علاوه ممكن يكون زي خاتم في صباعي، وهعمل بيه زي ما انا عايزه. هيكون زي عروسه خشب وحركها بايديا. برضه مش فاهم يا استاذه. علاوه هيكون خطيبي قدام الناس وقدام عمر عشان يفلفل. بس تفتكري بقى ان واحد مأسف ده يعني وده يخلي عمر بيه يفلفل زي ما هو دلوقتي؟ لا ما افتكرش، انما بشيء من التخطيط والتدبير. ممكن بقى افهم ايه هو التدبير والتخطيط ده؟ هعلمه ازاي يتكلم في المجتمعات الراقية، هقول عليه عليوة بيه رجل الاعمال المعروف. يعني باختصار هلغي شخصيته القديمة وهعمل منه شخصية جديدة، وانا واثقه انه هيبقى تحت امري لانه معجب بيا وبيحبني. بس ده مدام سلاح ذو حدين. ازاي؟ اصل ممكن عينيه ولا يصدق الحكايه ويلزق حتى بعد عمر بيه ما يرجع لك. لا ما تخافش، انا هعرف ابعده عني في الوقت المناسب. المهم اني افرس عمر الجنايني واخليه يرجع لي كله اسف وندم. انا خايف عمر بيه يتفرس وانا اتفرم. سلامتك يا سنوس افندي. الله يسلمك يا خاله. الله ازيك يا بتاعتي كويسه؟ يا سلام يا سنوسي. والله لو كنت اعرف اللي حصل لي هيخليك تيجي لغايه عندي يا بتاعت تزوريني وتطمني عليا واشوف وشك الحلو. انا كنت اجرت عربيه مخصوص عشان تدهسني. ما هو الدودو الرغي الولاد اللي انت عمال تلت وتعجنه ده مش كويس عشانك. اسكت شويه. يا سلام يا ولاد، للدرجاتي انت خايف عليا؟ طبعا للدرجات، مش انت زي عبد العال اخوه؟ ايه الله يخليك، عندك العيب. لا ما عندك ايش العيب يا خال، دي المناف السعد. ايه زي اخوها دي؟ ده لسه من شويه يعني من حبه كده يعني قريت فتحتها مع حضره الناصر. ابقى زي اخوها ازاي يعني؟ وانت اتخبطت في نافوخك يا ولا، ما انتش عارف انها مخطوبه لقلبه ابن عمتي من وهم لسه في اللفه. يا خالة عليوه مش داري بنفسه ولا داري بيها ولا حاسس بيها خالص. انا حاسس ودريان وشريها وريدها كمان. واني لا حاسه ولا دريانه وبيعاك ومش شرياك ومش طايقاك. يا نفوخي، ليه كده بتعطى؟ ليه؟ طب قولي كلمه حلوه في الظروف الوحشه اللي انا فيها دي الغناوه بتقول اللي يهواك هواه واللي ينساك انساه. دكتور شوقي. اهلا، ازيك يا انس ليفين؟ ازيك يا شوقي؟ الله يسلمك. ميرسي قوي على الورد الجميل اللي اديتهولي امبارح. العفو. في الحقيقه اصل انا كنت عاوز. عاوز ايه؟ انا اسف يعني، انا اصلي ما بعرفش اعبر عن. أنا آسف. آسف على إيه بس؟
على ان يعني يمكن اكون اتمديت بالعكس يا شوقي، ده تصرف رقيق منك. يعني انت مش مضايقه؟ لا ابدا، ده انا حتى جايه اشكرك. على ايه؟ انا اصلي بصراحه اول مره في حياتي اعمل كده. عارفه يا شوقي؟ عارفه. انت مش هتروح المكتب النهارده؟ رايح دلوقتي، رايح عشان اعمل البحث بتاع الدكتور عامر. طيب انا كمان رايحه، ايه رايك لو اشوفك هناك؟ بجد؟ قصدي يعني هشوفك. باي. لازم البيت يبقى عارف كل حاجة. هو أنا أول مرة أشحط هدومي يا مدحت؟ أيوة، بس دي بلوزة غالية جدا، وباباكي جايبها لك من باريس زي ما بتقولي، يعني كان ممكن تشحطي الست الغلبانة دي أي بلوزة تانية قديمة عندك. إزاي يا مدحت؟ دي ست غلبانة وظروفها صعبة، وبعدين شافت البلوزة عليا شفطت فيها، اتكسفت واديتها لها. برافو، دي الجدعنة، آخر جدعنة. إحساسك النبيل ده بالغلابة دايما هو اللي بيقربني ليكي أكتر. إذا ما كناش إحنا الناس الأغنياء اللي نحس بالناس الغلابة والفقراء، مين هيحس بيهم يا مدحت؟ أوحش حاجة في الدنيا الفقر بأنواعه. الله، هو الفقر ليه أنواع كمان؟ طبعا يا مدحت، فقر عن فقر يفرق، في فقر بسيط وفي فقر مركب وفقر ذكر، وفي فقر ممكن الواحد يستحمله، وفقر ممكن يحكم عليك إن أنت تنام في أوضة فوق السطوح وإخواتك الستة وأبوك وأمك. وانت عرفت الحاجات دي ازاي؟ طبعا 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 عارفة، ما انا بشوفهم فوق في عمارتنا فوق السطوح. بقولك ايه يا مدحت، لو انا فعلا بنت ناس غلابة كنت ممكن تحبيني برضك؟ طبعا يا حبيبتي، ده انا احبك لو ساكنة في عشة صفيح مكسرة. اتأخرت عليك نديم. اتفضلي عادي، اتفضلي. كتبت عناصر البحث؟ كتبت كام نقطة فيها، ممكن تقريها. ممكن؟ ممكن. ممكن ايه؟ اللي انت عايزه. ممكن اعزمك على حاجة؟ يا ريت. ثانية واحدة. تشربي ايه؟ اي حاجة. شاي ولا قهوة؟ اي حاجة مش مهم. حاضر، اي حاجة. يعني ما تخليها حاجة ساقعة. خليها حاجة ساقعة. حالا. طب افرضي ما لقيتش حاجة ساقعة، ينفع اجيب شاي؟ هات اي حاجة انت بتحبها. احبها؟ أنا متأسفة قوي يا أستاذ عليوة. متأسفة عليها يا ست نادية، إني أحرجتك في الاسم وقلت عليك إنك خطيبي. يا سلام يا ست نادية، يا ريت تحرجيني على طول. ده أنت مش تحرجيني وبس، ده أنت تقولي فيها الكلام اللي ما تقلش فيه باب الحلل. ده اليوم اللي أنا بتمناه في حياتي كلها، ده أنا قعدت أسهر ليالي واحلى من اشوفك شخصيا، انك تمديلي طرف صباع ايدك الصغير عشان تسلمي علي. يا سلام، قد ايه كلامك بيسحرني. ما رقتك دي اللي خلتني اتاكد انك مش ممكن تكون المجرم اللي بعتلي جواب التهديد. بس طبعا يا عليوة، مش ممكن كان الضابط هيقتنع بكده، عشان كده اضطريت اقول له انك خطيبي. يا سلام على حنية قلبك اللي موردت ولا اتوصفت. بقى تروحي بنفسك الكركون وتعملي ده كله عشان خاطر واحد كل اللي بينك وبينه جوابات، واحد وسط ملايين المعجبين بيك وفنك. بس انت مش اي واحد يا عليوة، وجواباتك مش زي اي جوابات.
ايه صحيح يا ست ناديه؟ ايه يا عليوه، في حد يقول لي خطيبته ست؟ لا بلاش قوي كده لحسن اصدق بجد. انت مش عارف قيمه نفسك ولا ايه؟ لا عارف. انت انسان نادر الوجود، كتلة مشاعر واحساسات جميلة، نسمة حلوة في ليلة صيف. ربنا يكبر بخاطرك، ما هو ده برضه عشان انك تحس بيه وتوافق على طلبي. طلبك يسعدني ويشرفني يا عليوة، وقد ما يشرفني بيسعدني. طب مش عرفي الاول الطلب هو ايه؟ من غير ما تقول يا عليوة. من غير ما اقول ازاي؟ باينة في عينيك. ايه ده باينه في عينيك؟ ايه الاغاني باينه في عينيا؟ اغاني؟ اغاني ايه؟ ما هو ده الطلب يا ست يا نادي. خليها سبهلله كده ما دام ده طلبك يعني. يعني انا كاتب يعني كبشه اغاني، عايزك تغني لي حبه منهم يعني كده بصوتك الحلو. بس انا مش مطربه. لا ايه، بس انا سمعتك بتغني في افلامك كذا مره. عليوة ده كان مجرد اداء لزوم الحدث الدرامي. ايوه انا عايزك تغني لي في الحادثه اللي انت عملتيها دي. اصلا يعني يا ست ناديه يعني هو ده اللي انت عايز تقوله؟ اصلا ورايا مسؤوليات كتير. ايوه انا عارفه، مراتك وعيالك. مين؟ مرات مين وعيال مين؟ مراتك انت وعيالك، قالوا لي كده في الجواب. انهي جواب؟ الجواب اللي بعته لي ست والدتك، هي وبنت عمك دي. ايوه بنت خالي فرغالي البتعة هي وامي بعتوا لي الجواب وقالوا لك ان انا متجوز وعندي عيال. ايوه يا عليوة، وقالوا لي كمان ان انا ما ردش على جواباتك عشان ما تتعلقش بيا. اكيد يا اما تعملي رباطيه انت وبتعة على ابنك. يعني انت مش متجوز يا عليوة؟ ولا هتنيل اتجوز طول عمري. ليه يا عليوة؟ انت اي ست تتمناك. بس اللي انا بحبها مش اي ست يا نادي. هي اي ست عايزة امن الراجل غير حنيته يا عليوة؟ لو على الحنية انا عندي منها زكايب وقفف ويخاف عليها ويحطها جوه نين عينيه ويغطي عليها برموشه ويحبها. بحبها حبيتها. ايوه انا حبيتها، مش قادر انسى مشيتها. يا بختها اللي هتتجوزك. ويا سعد لو رضيت بيه. يا ألف أهلا وسهلا يا أستاذ فرغلي، مصر نورت. منورة بأهلها يا أستاذ عوف. الله يخليك، دي خطوة عزيزة وكان نفسنا تعملها من زمان. والله ظروف يا أستاذ عوف، أنا عندي مشغوليات كتير ومسؤوليات أكتر، أنا عندي مهام تربوية وتعليمية ضخمة ومحدش شايل الحمل معايا. كان الله في العون، تربية الأجيال الجديدة دي مهمة صعبة جدا. هو الدكتور شوقي متعود كده يتأخر في الكلية؟ لا أبدا، بس اليومين دول على وجه الخصوص بيتأخر شوية لأنه داخل على الامتحانات. الشاي يا بابا. تعالي يا أزهار يا بنتي تعالي. حط الشاي وسلمي على عمك أبو الدكتور شوقي. أهلا وسهلا يا عمي. أهلا بيكي. بسم الله ما شاء الله. اقعدي يا زين ما خلفت يا استاذ عوف. الله يخليك يا ابو شوقي، هي الحيله. امها توفت وسابتها لي وهي عندها 10 سنين، وهي ما شاء الله بقت عروسه وطالبه في كليه الاداب. ربنا يخليها لك ويفرحك بيها. فرصه سعيده قوي يا عمي. ده انا اللي اسعد يا اموره. في الحقيقة الدكتور شوقي شاب مؤدب قوي، ما شفناش في أدبه ولا في أخلاقه. من ذوقك يا أمورة. طب محتاجين حاجة تانية يا بابا؟ لا يا بنتي متشكرين، ارجعي أنت لمذاكرتك. حاضر، عن إذنكم. ربنا يخليها لك ويفرحك بأولاد أولادها في حياتك إن شاء الله يا أستاذ فرغلي. ما تتفضل الشاي. ابن العزيز شوقي، حضرت ولم أجدك، أنا في انتظارك عند الأستاذ عوف.
مش كنت تستنى لما الدكتور شوقي يرجع؟ لا معلش، بس لما يرجع ان شاء الله بلغه ان انا رايح اشوف اخوه عبد العالي. طيب يا سيدي، مع الف الف سلامه. الله يسلمك، انست وشرف. الله يخليك. سلام عليكم. بس بقى ارجو ان الزياره تتكرر ان شاء الله. ان شاء الله. مع الف سلامه. الله يسلمك. الله دقيها اهو. ايه يا دكتور، ازيك يا دكتور شوقي؟ الله يسلمك يا بابا، وحشتني قوي. ازيك وزي البلد وبتعة؟ كلهم كويسين، وبتعة بعتلك سلام كبير قوي. الله يسلمك. طب ما نيجي ما نطلع فوق يا بابا؟ لا بقى، ما دام وصلت بالسلامة تيجوا بقى نقعد مع بعض شوية ونتعشى سوا. معلش مرة تانية. لا لازم بقى عشان خاطر والدك بس على الأقل. شكر قوي قوي. شاكرين قوي. إذنك. أمركم. شكر قوي. اتفضلوا. أنست وشرفت يا أستاذ فرغلي. انما ايه المفاجاه الجميله دي اهو؟ البركه في ابن عمتك عليوه. ليه؟ ماله عليوه؟ هو سبب مجيئتي دي؟ جراله حاجه؟ لا دي حكايه طول شرحها. المهم طمني انت، عامل ايه واخبارك ايه؟ انا الحمد لله ماشي الحال. الحمد لله. اتفضل يابا. انا عايزك السنه دي ان شاء الله تنجح بتفوق زي عوايدك. عايز تاخد البكالوريوس وتفاخر بيك في الناحية كلها. اقول لهم الدكتور شوقي ابني احسن دكتور في البلد. اقعد اتفضل اقعد. ان شاء الله. ها ما عندكش مشاريع تانية؟ مشاريع ايه يعني؟ حب، جواز؟ لا يا بابا، انا ما بفكرش في الموضوع ده خالص. انا ما بفكرش غير في مذاكرتي وبس. يعني مفيش واحدة من بنات مصر لفت دماغك؟ الحقيقة لا يا بابا. ولا بنت جارك الأستاذ عوف؟ أزهر؟ أيوة أزهر. لا يا بابا، دي زي أختي وأنا عمري ما فكرت في كده. أنت متأكد؟ أيوة بابا متأكد. عال قوي، الحمد لله كده أنا اطمنت عليك يعني. طب اقعد يا بابا نتعشى سوا. لا لا، أنا هوصل لحد أخوك عبد العال، هريح عنده وبكره الصبح ان شاء الله ارجع البلد. ما انت عارف انا ورايا مسؤوليات تعليميه وتربويه ضخمه جدا.